نبتدي معاكم حلقه جديده ان شاء الله تكون حلقه تضيف لوقتكم. شكرا جزيلا. الف شكر. كتر الف خيركم. في منتصف يوليو الماضي كان الخبر الاول في كل المواقع ووسائل الاعلام خبر عن النجمه المحبوبه جدا ياسمين عبد العزيز، مش عن عمل ولا عن دور، انما دخول ياسمين عبد العزيز الرعايه المركزه. الخبر ده لحقته اخبار في تتابع خلى الناس في حاله توتر وقلق وخوف على النجمه الكبيره ياسمين عبد العزيز. في الاول قالوا دخلت في جراحه بسيطه، ساعات اتقال انه الجراحه حدث فيها خطا ما جعل حاله ياسمين خطيره للغايه. شويه بقى في تسريب اكتر لاخبار انه ياسمين عبد العزيز بين الحياه والموت. زوجها النجم احمد العوضي كتب وقال انه الارض بتتهز تحت رجليه. ادعوا لياسمين عبد العزيز. ألف ألف حمد لله على السلامة يا ياسمين. لأول مرة هتتكلم عن محنة كبيرة تعرضت لها هي وكل من حولها في حكاية صادقة بالتفاصيل. ياسمين عبد العزيز وحش الكون. رحت عشان اعمل العملية دي، رحت للدكتور قلت له العملية دي هتاخد قد ايه؟ قال لي ساعتين ونص ثلاث ساعات. قلت له هايل، هقعد كام يوم؟ قال لي يومين ثلاثة. قلت له اوكي تمام. دخلت اعمل العملية ومحدش يعرف، يعني كان معايا احمد ومعايا بنتي ومعايا صاحبتي نفين، انت عارفاها حبيبتي دي اختي. وبعدين دخلت عملت العملية. أنا بقى هحكي لك كياسمين، يعني أنا مش هحكي لك، أنا بحكي لك ياسمين شافت إيه، لأن أنا في فترة أنا مش عارفة حاجة فيها خالص،
ومش فاكرة فيها حاجة خالص، لأن أنا كنت في غيبوبة يعني شبه غيبوبة، مش فاهمة فقد يعني الوعي. يعني هم حتى عمالين يقولوا لي أنت فاكرة، لما أقول لهم أنا مش فاكرة يا جماعة، أنا مش فاكرة أنتوا بتتكلموا على إيه. وأنا داخلة قلت لأخويا الكبير، قلت له خلي بالك من ياسمين وسيف، لان انا فعلا كنت داخله مش طالعه. انا حاسه ده، انا كنت حاسه ده. وطبعا لما دخلت كانت حالتي رايحه خالص، طلعوني من العمليه على العنايه المركزه. تاني يوم كان عرفه، كان في الوقت ده بقى احمد نزل بوست، انا ما كنتش اعرف هو نزل بوست كده، ما اعرفش بيقول لي نزل بوست، الناس كلها قعدت تدعي لي وبتاع. ده حقيقي. دخلت نيفين صاحبتي وانا في العنايه، قالت لي ياسمين بكره عرفه وانا هدعي لك وانا هدعي لك وصايمه وهدعي لك ومش عارفه. فانا عرفت ان بكره عرفه. انا في الوقت ده يا منى والله العظيم والله العظيم انا حاسه ان بكره ده انا مش هبقى موجوده. انا شايفه نفسي، انا شايفه ان انا روحك بتتسحب. على فكره مش في دايما يقول لك كده اللي بيموت بيروح يودع الناس ويسلم عليهم؟ على فكره بحس يعني انا ما اعرفش، بس انا حصلني شعور اول مره اشوفه في حياتي، اول مره احسه، شعور ان انا خلاص في انا ما بتكلمش، ما بتحركش، قاعده خراطيم في مناخيري وفي كل حته في جسمي على الجهاز ده. خسيت 15 كيلو، كنت عامله زي بتوع الموميا كده اللي هم الفراعنه دول، عارفه كده، وتحت عينيا اسود. دراعي ده كان رجليا من كتر ما انا خسيت جامد جدا. واحده تانية فاهم حاجه، واحده تانية. فقعدت اقول لهم خلاص انا 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 شيلوا كل الادويه. طبعا كله بقى عمال يدخل عمال يعيط، انت هتسيبينا ازاي وحاجات بقى كده بقى. واحمد وعديني ان انت تكملي، ابويا يقول لي انت يعني ايه هتسيبيني لمين، حاجات كده بقى كتير. لغايه ما جه يوم عرفه الناس كلها دعت لي. كان دعاء عرفة كله من نصيبك يا ياسمين. ده حقيقي. الناس في مصر وفي كل العالم العربي يوم عرفة كله دعاء ياسمين. شربي بقى ميه يا ياسمين، خدي بقى ميه. لا 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 لا. بعد ما الناس دعت لي عايزه اقول لك يا منى انا كنت بموت. بعد عرفة بقيت بني آدمة تانية فعلا يا ياسمين، بني آدمة تانية. طلعوني من العناية المركزة ودخلت الأوضة، قعدوني في الأوضة، بقيت بعرف أتكلم، بقيت ردت فيا الروح. الدعاء بينجي، الدعاء بينجي يا ياسمين، والدعاء كمل القلب ليك. فأنا واحدة كنت بموت لربنا سخر الناس انها تدعي لي، بقيت ردت فيك الروح. قبل ما ادخل اعمل عملية باسبوع جات لي مسج، ف واللي بعت لي المسج ده اول مره يبعت لي كده في حياتي. مين اللي بعت لي المسج؟ التربي. عمر يعني ما اعرفش يعني ايه التراب يبعت لي مسج. يعني انا كمان انا بحب اروح التراب، يعني ايه دي؟ لا يعني بتعامل مع التربه ان هو بيت التاني، يعني
يعني انا عندي بيت في الحياه وعندي بيت. يعني انت بتروحي التراب؟ بروح على طول التراب، اشوف مثلا حاجه في التراب عايزه تتظبط بتاع، بحب اروح هناك. انا بحب اروح اقعد في التراب. طب والتراب ايه اللي فكروا بيكي في الوقت ده؟ ما اعرفش. وبعت لي فيديو بيجهزوا لي التربه، بيجهزوا لي التربه. ادعك يا بني سيبي، انت مش عارف سمك بتسم الهله، ادعك وخلاص. يا بني كلام خالص، ادعك يا بني. انا قلبي اغسل الوجه يا هناك، واغسل الاسم بتاع الاستاذه يا هناك. يلا يا بنت من هناك يا مي، دق نينا يا استاذه. وده كشاف ركبناه لك اهو. ركبناه لسيادتك يا استاذ عشان كلنا ده بنحبك. مستنيينك يا استاذ عشان كلنا بنحبك. يا خبر يا ياسمين. والنبي هات الحته بتاعت الكشاف، هو مركب بيقول لي ركبت لك كشاف على اساس ان لما اموت اصحى الصبح اشرب بالليل اشرب كوبايه شاي يعني وانا ميت. الكشاف اللي هو ركبه هو كل مشكلتي كان ايه؟ يعني انا كل مشكلتي كان ولادي، مش عايزه اسيبهم لوحدهم، فاهمه حاجه؟ يعني هو ده بس. لكن فكره ان انا ممكن اقول عادي ايه المشكله يعني، يعني مش 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 عايزه بقى اقول لك حاجه حسيتها غريبه قوي يا منى. وانا حاسه ان انا بموت او ان انا خلاص، شعور كده اللي قلت لك عليه ده، انت بقى وانت داخله هتعملي العمليه الثالثه دي وانا خلاص وعارفه ان انا مش طالعه، عارفه بيجي جه في دماغي هو اللي فات انا رايحه له دلوقتي. عارفه دماغك بقى بتنسي كل اللي حواليكي، بتنسي كل الناس، بتنسي كل حاجه، وانت رايحه لوحدك. انت رايحه لوحدك، دماغي بقى عماله هو انا عملت ايه في اللي فات؟ هو انا هقابله وانا كنت كويسه؟ يعني انا عملت كويس؟ طيب يعني فاهمه انا عايزه اقول لك ايه؟ شريط كل اللي فات جه في دماغي، وانا حاسه ان انا خلاص جه يعني معلش انا اسفه. لا اسفه ايه؟ اسفه يا ياسمين. اي حد يمر بلحظات زي كده تبقى صعبه عليه قوي يا ياسمين. ربنا يشفي ويعافي الناس كلها. بصي، ما انا في سويسرا عملت عمليه رابعه اللي هو الامعاء بره، دخلوها وقفلوها وكده وبتاع. انا بقى لما ابتديت افوق من العمليه الرابعه دي وامشي بتاع، فابتديت امسك بقى بعد 3 شهور امسك التليفون، ابتديت ابص، فببص لاحمد اقول له ده بيقولوا ماتت، يقول لي يا سيبي خلاص مش هيقول له دول بيطلقونا. طب هما ليه بيعملوا كده؟ يعني انا عايز اسال سؤال، هي الناس اللي يعني هو موضوع دلوقتي ان انا اطلع اعمل في اليوتيوب اعمل فيديو واتكلم عشان ايه؟ عشان مشاهده اكتر، عشان اخد فلوس؟ طب هما الناس دي ما فكرش في ربنا؟ كان في حاجه غريبه قوي الاربع ايام دول، انا مش عارفه 4 ايام ولا 5 ايام، انا مش فاكره حاجه. يعني انا مش فاكره وما كنتش بسال قوي كمان لان انا مش عايزه افتكر الايام دي، انت فاهمه حاجه؟ كنت بسال بس عن ايه اللي حصل لي يعني الحاجات اللي حصلت لي يعني في بطني. المهم كل ما انام يا منى في العنايه المركزه يجي لي كابوس، كل ما اغمض عيني يجي لي نفس الكابوس. اعوذ بالله. ما اعرفش الاربع ايام دول الخمس ايام دول كل ما غمض، فما بقتش انام. قررت ان انا مش هغمض عيني من كتر ما انا بشوف الكابوس ده. ايه الكابوس ده؟ ما اعرفش، كابوس كده غريب، انا يعني مش عايزه احكيه بس كابوس غريب قوي، يعني حاجه غريبه كده. وانا عمري ما جالي كوابيس ولا من النوع اللي انا بحلم قوي والحاجات دي يعني. وانا بقى في العنايه المركزه قعدت يجي 5 ايام، وانا في العنايه انا كنت خلاص يعني
اللي بيدخلوا هم شايفين ان انا بروح، يعني الدكاتره بيقولوا لهم ادعوا لها، فاحنا هنعيش اليوم بيومه. الجهاز اللي انا دخلت عليه ده في العنايه المركزه لو 100 بيدخل ما بيطلعش الا 10، او لو 10 بيدخلوا ما بيطلعش مثلا 2 او 3. يعني حتى انا بعد ما خفيت يعني كان في حد يعني قال لي ان حد قال له يعني من المستشفى هي دخلت على الجهاز ده اللي بيدخل عليه ما بيطلعش. وكان قلبي نبضات قلبي وتلوث لسه في الدم عندي عالي. كنت حاسه بحد حواليكي يعني كانوا بيكلموكي بتردي عليهم؟ بصي انا من اول العمليه الاولانيه لغايه العنايه المركزه في وقت كده كل ده انا في شبه غيبوبه. سمعت ان انت لعبتي بالفلاتر وهيصتي. ما اعمل ايه قاعده زهقانه بقى فاهمه فاضيه على اي حاجه. ودي كانت باكوره انتاج ياسمين عبد العزيز بعد الاستشفاء. هتروح النار. هتروحي النار. ايه ده؟ ملل. ما قاعده بعمل ايه؟ ما هموت. قاعده عماله باخد في الادويه ودماغي لسحت خلاص وراحت. اتفضلي. ما لازم اعمل ايه؟ اتفضلي. دي قبل ما ادخل اول عمليه، قبل المصيبه. ده انت رايحه في اللطافه وحاطه فلتر العمليه الاولى. وعامله فلتر امور. فلتر اهو وداخله بقى. قصدك ايه عامله فلتر؟ لا مش قصدي انا، بس الفلتر طالع من الصوره. مش قصدي. فمش هيبقى ان انا اروح ارفع قضيه، فاهمه حاجه؟ يعني انا التعب اللي انا فيه ده واللي حصل لي والدعاء للناس وحب الناس وان انا بقيت كويسه دلوقتي، اكيد في حاجه يعني ربنا عمل ده لسبب. وخلي بالك برضو الوجع يعني الوجع ربنا عوضك واخدتي التعويض اللي انت عايزاه. لا هو في حاجه انا ما اعرفهاش. يعني هو يا ستي مثلا الوجع اللي انا مثلا اتألمته ده او ما دي ممكن تكون مثلا حسنات ربنا بيغفر لي حاجات. انت ايش عرفك؟ انت فاهمه يعني قصدي؟ انت قررتي، انت دلوقتي بتقولي قررتي ان انت مش هتقادي الدكتور خلاص. لا ما مش عارفه يعني انا حتى كمان دلوقتي وانا بكلمك انا ما قلتش اسمه. انا ممكن اقول اسمه عادي، محدش هيغلطني. صح ولا غلط؟ صح. يعني انا مثلا قلت لك اللي عمل لي العمليه الثالثه دكتور عصام شلبايه، طب انا كنت ممكن اقول لك الدكتور عمل لي اسمه كذا عادي. صح ولا غلط؟ صح. بس انا مش مؤذيه، انا مش عايزه اذيه. لا اضحكك. يلا بقى مش عايزين كله نكد كده والنبي، كفايه اللي انا كنت فيه. بص بعد بقى ما بقيت كويسه الحمد لله احمدك واشكرك يا رب بقى، وبعدين ايه رجعت بقى وقاعده كده وخلاص بقى اتقال ان انا رجعت وبتاع، وفجاه لقيت التراب بيبعت لي مسج تاني. فهو غلط. المهم هو بيبعت لي فبعت حرف بس، رحت انا بعت له قلت له بقول لك ايه انا مش عايزك تبعت لي حاجه تاني، اخر مره بعت لي انا كنت جايه لك اديها. قلبنا الصفحه. بعد ما نكدتي عليا وغيرتي مودي. انا نكدت عليكي؟ ده انت نكدتي على الجمهور ده كله وعيطتينا كلنا. انا اللي نكدت عليكي؟ اقول لك ايه، على الله حكايتك يا ستي. على الله حكايتك. وبهذا ينتهي الجزء الاول من الحوار ده. الجزء الثاني بقى الصفحه الجديده، صفحه هي مغامره مش حلقه، لانه لاول مره على الاطلاق، لاول مره النجمه ياسمين عبد العزيز هتظهر بصحبه النجم احمد العوضي في حلقه متكامله للثنائيين الناجحين جدا، وربنا يستر في الحلقه دي. تاني كده ارجوكي. طب انا قلقانه من الحلقه دي قوي. نلقاكم في الحلقه القادمه.
وبعد المحنة ما عدت وبعد الجزء الصعب أو الصفحة الصعبة ما انطوت معاكو وقالت أنا لازم أطلع أشكر كل واحد دعالي واتمنى لي الخير واتمنى لي الصحة. هي في اعتقادها أن هي كانت في عالم الغيب والشهادة ودعوات الناس هي اللي نجتها، دعوات الناس هي اللي ردت فيها الروح. النجمة ياسمين عبد العزيز بعد انقشاع الغمة، انقشاع تتريق الله العظيم كنت تصور عارفاك يا تتريقي تريقت جوا نفسي النجمة ياسمين عبد العزيز. النجمة ياسمين عبد العزيز في الفترة اللي فاتت ما كانتش لوحدها بخلاف الأهل والأسرة والأحباب، كان معاها شريكها وحبيبها وزوجها النجمة أحمد العوضي اللي مش بس كان بيشاركها في الفترة اللي فاتت إنما كمان كان شريكها في مسلسلهم الأخير الناجح جدا اللي ملوش كبير، غزل والخديوي. غزل هي السيدة اللي تبان قوية جدا بل ومفترية، إنما في واقع الأمر هي كل يوم بتضرب من جوزها، هي كل يوم خايفة أنه يتعدى عليها. تركيبة مختلفة قدمتها غزل أو ياسمين عبد العزيز. الخديوي هو الرجل اللي بتستعين بيه غزل لقتل زوجها. الخديوي رجل خارج عن القانون إنما بتحكمه كده مجموعة من التفاصيل اللي بتشكل منه معلم ابن بلد. كل العبارات اللي قالها الخديوي في المسلسل بقت على ألسنة الناس. أحمد العوضي في دور الخديوي قطع مساحة كبيرة جدا من النجاح والنجومية، وكل المصطلحات اللي قالها في المسلسل بقت الناس بتقولها، بقت مكتوبة على العربيات وعلى الكشاك والمحلات والتكاتك. على الله حكايتك يا ست، وحش الكون، هدي دنيتك. وغيرها من المصطلحات اللي بقت الناس بتقولها بإعجاب. قدم شخصية بنجاح كبير جدا أحمد العوضي في دور الخديوي. روح للي قويك وقولي له سيف الخديوي عمل معايا كيت وكيت وكيت وكيت، ألف من يدله على طريق. على الله حكايتك. مفيش فلوس مفيش اعتذار واخرك وهدي. طب هدي دنيتك وحش الكون. بقول لك يا مستر ايجنت، انا ممكن اعمل عليك نمره بس انا راجل نمرتي تقيله هتحملها. عارف ليه يا ضن علقتك وما رضيتش اموتك؟ عشان الطحين احلى من الكباب. لولا نزلتك وفجرك ما كنتش نولت الشرف انك تموت على ايدي. دقات قلبك انا سامعها من عندي. سيف الخديوي. يعني انت ممكن تقبلي انك تتجوز العبد لله؟ انا خلاص بقيت فاهمك. انا لو عليا مش عاوزك تغيب عن هنا لحظه. انا بعمل كل ده عشانك،
عسل وحش تكون. انا بس اسمحك تديني فرصه تانية وانا اغير من نفسي. ازاي طلع وانا نازل ابقى مجرم في عيون الناس؟ يخافوا مني بس عمرهم ما يحبوني. انا بحب اكسر عيالي يمكن اكتر منهم كمان. انا خايف اسيبك. سامحيني يا غزال. على الله حكايتك يا سيدي. الفداوي احمد العربي. الفداوي احمد العربي. الفداوي اهلا اهلا المدينة. واسمه الحركي الخداوي. اهلا اهلا يا استاذ احمد. اهلا يا بطل. اهلا والله. ايه بطل. حب روق عليها بس. اهلا اهلا والله العظيم. اهلا بيك يا استاذ. الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله على الله حكايتكم. المدام عيطت كتير. قالت لي ليه يا منى كده؟ قطعت كتير قوي. كنت انتوا هتلقفوا لبعض. معلش انت مصدق ان انا اللي عيطت؟ اصل عيطت بقى لها اربع شهور بتعيط. فانا لما صدقت يعني الدنيا فكت معاها. انت هتضيف عليا؟ هي التجربه كانت صعبه وصحت شويه وعيطت شويه وبعدين قالت لي بصي انا ما اقدرش اعيط اكتر من انا عياطي محدد الوقت. ما اقدرش على النكد. انا ما بحبش النكد. ده حقيقي. خلاص بقى اللي حصل حصل. الحمد لله. الحمد لله بقى زي الفل دلوقتي. الحمد لله ورجعت اهو وحش الكون. الحمد لله. الكلمه دي اللي جابتني القط. قعدت اقول له وانا في المستشفى وانا بقى فاهم اخويا قعدت تقول لي وحش الكون وحش الكون. لو كنت حاسب الكون كله واروح. ده حقيقي. ده حقيقي. لا احسن يعني موقف غريب جدا حصل لي وهي في المستشفى. فانا نازل في الاسانسير في المستشفى فست يعني ازيك يا ابني؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي ليه كده؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي قعدت تقول لها وحش الكون لحد ما البت خلصت. يا عيني. قلت لها طب انا يعني هي شايلتني انا الموضوع والست زعلانه مني حقيقي. قالت لي ما هو برضه خلصت بسببك. ترى والله انا ما يعني ما لها ذنب بس ان شاء الله هتقوم بالسلامه ما تلاقيش وكده. بس هي قالت المسلسل خلص من هنا وهي دخلت يا عيني من بس. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمها وبقت زي الفل اهو دلوقتي. اصلا لو كان حد قال لي انه ممكن ياسمين واحمد العوض يطلعوا مع بعض في حلقه واحده اقول لهم يا جماعه مستحيل. اصلا ما تاخذينيش ياسمين ما بتسترش. بصي بيصغر لي ازاي. شفتي بص لي ازاي؟ شفتي؟ لا والله ده النهارده جاي راسي كده بقى. انت واضح ان انتوا التعاون المشترك ما بينكوا في اللي مالوش كبير غير حاجات كتير. ده حقيقي. غير حاجات كويسه ولا الوحش؟ انا مش هتكلم. بص انا هقول لك على حاجه بصراحه. هو في الاول اصلا احنا ما كناش يعني ما كناش عاوزين نعمل المسلسل ده مع بعض. حقيقي. يعني هو لما المنتج قال لي ياسمين تعملي مسلسل مع عوضي فهي قالت لا وجم قالوا لي فقلت لا. ما كناش عايزين نجتمع يعني في العمل. لا هو انا يعني اللي حصل حسام شوقي اللي هو المنتج. لا لا لحظه واحده. حد فيكو يلاحظ الرئه المفرطه اللي حصلت هنا ولا انا بس اللي واخده بالي ولا مش انا بس؟ صح فجأة بقت. لا على فكرة أنا مش رقيقة معايا على فكرة. أنا معرفش. أنا بقول اللي شفته دلوقتي. دلوقتي؟ اسرد. اسرد يلا. أيوة ما أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل. فأنا طيب. عارفة المهم اتعرض عليكم المسلسل. كنت أنا بعد نحب تاني ليه؟ أنا كنت مقررة أنا مش عايزة أعمل مسلسل تاني. كنت عايزة أرجع السينما بقى. فمستنيه لما الكورونا تخلص وبتاع. طبعا الكورونا ما خلصتش. فجالي حسام قال لي هتعملي ايه بقى؟ قلت له خلاص هعمل مسلسل لسه في كورونا والسينما يعني ما مش خلاص بقى يعني هعمل مسلسل. قال لي طيب انا شايف ان تعملي مسلسل انت واحمد. هو قال لي كده. رحت انا بص له كده وبقى ايه شفت الشريط قدامي.
شريط ايه بقى؟ ايه اللي هيحصل بيني وبينه؟ يعني انا بشتغل مع جوزي وانا في شغلي يعني ما بعرقش، انا ما بعرقش في شغلي. ف قلت له حسام المسلسل ده هيبقى سبب طلاقي. قال لي لا 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 ما تلاقيش. قلت له لا بجد يعني انا مش، انا شايفه ان دي فكره مش كويسه. بس ودخلنا المسلسل كات طيب. حسام شوقي مع عوضي فقال لي تعمل المسلسل بقى مع ياسمين وبتاع. قلت له لا لا فيش الكلام ده. فقال لي ليه؟ قلت له متخانق ونطلق وهتبقى مشكله يعني، بحب ياسمين وياسمين بتحبني، ليه نعمل في بعض كده؟ قال لي بس المسلسل ده هيكسر الدنيا. فانا بثق في 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 رايه جدا يعني. لا بس انت كنت معترض ان في قصه حب في المسلسل ده؟ ما ماشي لا هو الفكره كلها في ان ياسمين جايه ناجحه جدا من نحب تاني ليه الجنر الرومانسي جداً. وانا جاي ناجح جدا من الاختيار هشام عشماوي فهنلتقي ازاي؟ هي دي الفكره هنلتقي ازاي؟ وبعدين اتنين متجوزين فمش عايز يبقى كل التوقعات رايحه في الاثنين بقى يطلعوا يحبوا بعض والحاجات دي. لكن صراحه عمرو ياسين صغمه وموضوع لايق علينا، وهو عمرو بارع في في الحته دي بصراحه. بحق ربنا بقى قولي اتخانقتوا كم مره في المسلسل وانت بتعملوه؟ ياسمين تقول بقى احنا كناش بنعمل حاجه غير نتخانق. ايه ده على طول كده؟ والله بجد ده حقيقي. ده احنا كنا بنتخانق. انت مش فاهمه حاجه، انت مش فاهمه حاجه. يعني الناس عماله تتفرج على قصه حب غزل والخديوي وانتوا بتتخانقوا في الكواليس؟ لا بصي هو مش طول الوقت يعني بنتخانق، بس في مشاهد اللي فيه رومانسيه لا كنا كويسين، بس كان في دايما لا يعني اصلا بس انت مش فاهمه يعني خناقاتي انا واحمد عامله او او لا زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل خلاص بقى زي الدنيا لا لا فاهمه لا بس هتسرد فهتقول تسرد فهتقول. مش فاهمه انتوا ما ايه تسرد وهي تقول لي قشع؟ هقول لك اول 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 حلقه في المسلسل، فالمسلسل لسه بيتعرض فبيجي قبل الحلقه زائد 16، ده كان المسلسل الوحيد اللي في مصر زائد 16، وانا هو قاعدين اروح انا بص قالت لي يا نهار اسود انت عملت فيها ايه؟ انا 16 انا اللي جمهور عام بقى 16 بسببك. انت فاهمك للاطفال وللاسره اول مسلسل يبقى بلس 16. قلت لها دي بس كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. مشي يلا قول له عشان ما تحتاجش. خلص يا ابني. ايه ده انت لما تخبط على عربيتي وعايز تدغدغ؟ انت عارف العربيه دي بتاعت مين؟ يلا يا ماما دوري عربيتك واتكل على الله عشان ورانا مشاغل. لا ماما دي في البيت. هو انت فاكر النمره اللي عملتها على الرجاله جوه دي انا اشتريتها؟ والله ولا اشتريتها ولا صرفتها حد. يلا يا ست الكل الله يبارك لك، خلي ليلتك تعدي ما تصعبهاش علينا. طب اسمع بقى بيقول لك ايه، لو عايز تهزق راجل هات له واحده ست، فبلاش اكون انا الست دي واتكل على الله. انا ما بردتش مع نسوان. روح للقاويكي وقولي له سيف الخديوي عمل معايا كيت وكيت وكيت وكيت، الف من يدلوا على طريق، لكن شغل اللك كده انا ما بحبوش. طب لو شنبك ده انت تعبان فيه وريني اخرك. على الله حكايتك يا ست، مفاتيح عميزه. بتتخانقوا ازاي يا ياسمين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بيا 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 ايه يا جماعه؟ انا مش عايز اقول انت اقول ايه؟ طب 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 انا هسهلها عليكم. الخناقه بيبقى فيه اكشن؟ هو اكشن جوه خناقه، هو مش خناقه فيها اكشن، هو فيه عركه بتدور. خايف
انت كنت فاهم شخصيتك كويس جدا, شخصيه الخديوي, وهي فاهمه شخصيه غزل كويس جدا, انما كان في اضافات بتهيالي ان هي بتاعت احمد العوضي. المصطلحات اللي اتقالت دي يا احمد تقالي ان هي يعني انت اللي قلتها ولا دي مكتوبه ولا ايه؟ لا, هي الفكره كلها في ان هو لما جه عمرو كتب اللي ملوش كبير يعني, خصوصا شخصيه الخديوي, انا احب دايما ارجع لاصل الموضوع. اصل الموضوع ان ده شخصيه كاركتر شعبي جدع من البلد, وانا من عين شمس, فدايما انا احب ارجع لاصل الموضوع, وده حاجه انا بفتخر بيها طول عمري ان انا من منطقه شعبيه. فانا اولى واحد ان انا اعمل ابن البلد المجدع, حتى لو هو خارج على القانون لكنه يعلم الاصول, تمام, يعلم. فده اللي ابرزته في الكلام. فعلى الله اقرب لفتوات نجيب محفوظ بالزبط. يعني اقرب للشخصيه دي عشان كده هو اتحس في الشارع, لان كل الناس شاف ده, شاف الخديوي, وشاف دي, شافها فين ممكن يبقى في العقل الباطن بتاعه, بس هو شاف دي, شاف قرصة لما يجي يكلمك يوم التكة كده على رجلك او يقرص لك في كتفك, يا عم في ايه, اللي هي الحاجات دي هم ناس شافوها, فعشان كده اتلمس. ده نتيجة ان انا طالع نتاج بيئة شعبية, وده فخر ليا طبعا. الثلاثي كان خلينا اقول غزل والخديوي وعابد تيمور. عابد تيمور, يعني كنتوا ثلاثه عاملين تريو رهيب, كنتوا عاملين مثلث رعب في الجزء ده. طيب دلوقتي انت شفتي البوست اللي هو كتب لما كانت في المستشفى وعيان على فكره. لا بس ده دي حاله, لا يعني ما اي, بصي الضعف ربنا خلقه في اي بني ادم, خلي بالك مفيش بني ادم قوي طول الوقت, فما فيش اكتر من ان شريك حياتك يبقى انت عاجز ان انت تساعده, موقف يبقى البني ادم ضعيف فيه, لازم يبقى انا كنت محطم يعني حقيقي في الوقت ده. طبعا ده حقيقي. إيه اللي متابع احمد العوضي على السوشيال ميديا هو راجل قوي جدا, تعليقاته كلها ما فيهاش ضعف, ما فيهاش استكانه, لا راجل كده زي ما بيقول مقتحم. البوست اللي كتبه الياسمين كان اول مره الناس اللي متابعاه تشوفه, يعني خلينا نشوفه, هو كان بوست طويل جدا, خلينا ناخد جزء منه. تقرا؟ لا انا مش قراه. طب انا عايز ليه مش تقراه؟ لا مش قراه. ليه مش تقراه؟ لا هو اصلا انا كتبته في وقت يعني انا احمد ما كتبوش, يعني هو دلوقتي بيقول لي انا لما بشوف البوست ده بعمل كده. يعني انا لا يمكن بس في وقته, لا في وقته انا كنت حاسس هو في وقته انا كنت بموت. انا خلاص يعني هو عايز الناس تدعيلي, وعلى فكره البوست ده انقذني. خلي بالك انا عايز اقول لك انا كنت حاسس بايه في البوست ده. لما هي دخلت تعمل العمليه, فالدكتور جه قال لي بعد العمليات, قال لي هي في الاول بس يعني كان لما كانت الدكاتره رايحين جايين عليها ومحدش عارف هي عندها ايه, فلما انا كلمت الدكتور هشام الكيلاني فقال لي قدامها من ساعه لثلاث ساعات وخلاص يعني. فالموضوع كان صدمة بالنسبة لي, فدخل فأنا كان كل همي إن أنا تخش العمليات, فمضيت على الإقرار بتاع العملية وهي دخلت العمليات, فأنا مستني بقى إنها تطلع. فدكتور عصام شلبية قال لي بص يعني قدامها النهاردة وبكرة, لو عدى إحنا تمام, إحنا عملنا اللي علينا. فأنا الكلام ده بسمعه في الأفلام, أول مرة تخيل أنا حط في الموقف ده. علاقتنا جماهيريه يعني قابل جماهيري, فدايما الناس في تفاصيلنا اكتر, بيحبوا بعض ازاي, وده حاجه بتسعدنا يعني. هنا انا احتجت, مش كفايه انا ومش كفايه اصحابي ندعي لها, هنا ياسمين مش في مشكله في احمد هيحميها, هنا هي في مشكلتها مع القدر, فماضي فلا يرد القدر غير الدعاء. هنا كنت بلجا للناس عشان انتوا اللي بتحبونا, فانتوا تقفوا معايا وادعوا لها عشان هي تقوم بالسلام. فكتبت البوست ده في وقت انا كنت حاسس فيه ان هي كانت ستاره سودا كده نازله على وشي يعني. بس انت قلت لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه, بس انت هتقوم ان شاء الله باذن الله عشان انت وعداني وعد وهتنفذي. كانت وعدك بايه؟ عطيش بقى. كانت وعدك بايه؟ لا يعني لا وانا تعبانه جالي في وقت ان انا مش هنسى. هي مش فاكره مش فاكره يعني, لا في وقت اللي هو اللي معاك تقولي توعديني ان انت تكملي. صح صح انا كنت بموت, فجالي كده
كان بيعيط، عارفه تحسي انه مشهد فيلم او مسلسل مش حقيقه، وراح حاطط راسه على راسي كده وهو بيعيط. انا بقى من كتر الادويه، عارفه انت الناس بتقعد تعمل كده، فهو حاطط راسه كده وعمال يقول لي ايه واديني انت، فانا عمال اعمل له كده يعني راسي في راسه كده وبص عيني في عينه، عمال اقول له بوعدك ان، وما بعرفش اتكلم يعني، بوعدك ان انا هكمل. صحيح اوعديني هتكملي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقول لك ان لو كنت ببين لك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك ألف مره. وانا انت كنت بتكلمها بجد يعني، مش بتكلم الناس. لا ده كان بيبعت لي مسجات. لا ده مسجات على الموبايل على الواتساب، عشان انا دايما انا وهو على طول مع بعض كده. فلما انا بقى سيبت الموبايل معاكي ومقفول وكل حاجه؟ لا كان بيبعت لي، كان بيقعد يبعت لي، ببعت لها عشان كل شويه اشوفها كده فتنور. استنى اليوم اللي هتنور فيه لبن يعني، ما بقولكيش كلام طبعا. الناس تفتكر ان انا بقول كلام يعني، كان بيبعت لي، انا مش بتاع الكلام ده، بس بقول لك الحقيقه. بيبعت لي بيقعد يقول لي استنى اليوم اللي العلامه تطلع او ان هي تشوفها. صحيح صحيح. والمسج دي يعني لما مثلا انا واحمد مثلا نتخانق او ابقى ازعل منه، اروح جايبه المسج دي منزلها تاني، كل شويه اقعد انزلها، تقوم بعتها لي فانا اسكت. انا سبق ما متعصب انا يعني. انا اللي كنت وانت هتموت وبتاع، انا اروح بعت المسج. انا اتعصب عليها مثلا في الواتساب، فلازم مره واحده اعملها لي فور دي تبعتها لي تاني، كل شويه ابعتها له مثلا. ما خلاص اوعى تنسى، اوعى تنسى. صحيح. بحبك اكتر بكتير من كل الكلام اللي انا كتبته، اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا، اكتر بكتير حتى من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. انا بحبك. ادعوا لها تقوم بالسلامه زي ما انتوا دايما بتدعوا لها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجه دعوتك. البوست ده يا احمد يعني انتشر، والناس بقت حقيقي بتدعي من قلبها وباخلاص، لان هي ادركت انه انت مش هتقول الكلام ده الا اذا كان الموقف حقيقي خطر وحياه او صحيح صحيح. وانا من طبعي ما بحبش الشكوى يعني، بس دي مش شكوى، ده كان رجاء بالدعاء ليها يعني. الحمد لله قامت بألف سلامه. الحمد لله. كان بقى في لغط، انا كل ما اجي اتكلم فصحى بخاف من مراتك قوي. لا لا عادي، انت اتكلمتي في حلقات كتير الكلام ده. ايوه ما هو انا لغط يعني، لغط اقول ايه يعني، حصل يعني كلام غلط رايح حصل وجاي، حصل كلام كتير بتاع ايه لغط، حصل كلام لخبط ماشي، وقالوا ما سافرش معاها، هي مش عايزاه يسافر معاها او هو مش عايز يسافر معاها، اوبا ده في مشكله كبيره جدا لما هي سافرت سويسرا تتعالج وانت ما سافرتش. لا بصي، هو الفكره كلها في ان لما ياسمين، ما احنا قررنا ان هي تسافر، او هي طلبت ان هي تسافر عشان هي تطمن على نفسها، احنا في وقت مش هقعد افكر فيه الناس هتقول ايه. هو المشكله كان في فاكسين وكان فاضل لي جرعه ما خدتهاش، والتاشيره مش مسافر معموره يعني، احنا مش واخدين بعض رايحين نصيف. الفكره كلها في انت مسافر بلد بره مصر، ما فيش حاجه في الدنيا اسمها خبط على السفاره اقول له انا راجل مشهور ومراتي مشهوره. في اجراءات لازم تمشي. هي كان معاها فيزا، فما فيش وقت اللي انا اقعد افكر ولا هي تفكر الناس هتقول ايه. احنا في عرض، الفيز كانت واقفه اصلا يعني بالزبط. بخلاف انه الفيزا ما طلعش في يوم وليله، الفيز كانت واقفه عشان الكورونا، فاحنا في عرض يوم واحنا هنا مش بنعلي على بعض. اي حد هيسد، شريف يا اخوها يسد، ياسمين تسد، احمد يسد، احنا مش بنزايد على بعض. اللي موجود هيبقى معاها عشان نعدي المرحله دي. فانا ساعتها ما اهتمتش للكلام اللي اتقال، ما دام هي عارفه هي اهم حاجه عندي، هي عارفه خلاص، والناس اللي بتحب ياسمين واحمد عارفين ده تمام. بس ده برضو انا خدته بحسن نيه، لان ممكن عشان الناس متعلقه بينا قوي، فاللي هو ما تسافر معاها، ما سافرتيش ليه، يلا سافر. ده حب، مش بشوفه ان هو تصايد ليا او تصايد لياسمين. ممكن يبقى حب زياده فخلى الناس طول الوقت عاوز احمد مع ياسمين، ويمكن ما يكونوش عارفين التفاصيل اللي انت بتقولها، فكره الفيزا يعني وكورونا. صحيح. والتصريح وكده. صحيح صحيح. بس طيب. لكن لما سافرت معاه خلاص يعني، ما الناس سافر معاها بس الحمد لله يعني. كان المهم عندنا انها تقوم بالسلامه يعني، كان المهم عندي انا كاحمد، كان المهم عندنا ان ياسمين ترجع ياسمين، مش انها تقوم بالسلامه. في فرق ما بين الاثنين، هي ممكن تخف بس لا انا عايزها ترجع ياسمين. دايما كنت اقول لها واحنا في سويسرا، ما تيجي تمشي مثلا، ما نيجي ننزل نتمشى تحت، هنرجع زي الاول،
مش موضوع نخف، في فرق كبير قوي من الموضوع ده، فاهم قصدي؟ وكان يعني مثلا صح، انا كنت لما كنتش بمشي، هو اللي كان بيشدني امشي، كنت انا لازم امشي، فكان بيشدني امشي في سويسرا ويقعد يلففني ويطلعني سلالم وينزل لي سلام. خلي بالك انا كل الحاجات دي كانت صعبه عليا، عامله 4 عمليات في شهرين، وكنت لازم يقعد يشدني يقول لي فريدي ضهرك امشي مش عارف ايه. لا طبعا يعني احمد يعني بصي، هو قضى معايا 3 شهور يعني بصراحه، يعني كان بينام في الاوضه في مصر هنا على الكنبه، كل يوم نايم على الكنبه. يعني انا مش عايزه اقول الكلام ده بقى لا لا عادي، بس هي وريتني الويل برضو، هي وريتني الويل في حاجه، هي وريتك الويل لا في حاجه لا احكي لها بقى على موضوع انا وشريف لازم. انت لو هتحكي لا ثواني ثواني، كان بتعمل ايه بقى؟ كان بتعمل ايه بقى؟ يعني ماشي، وما تقعدش بقى تصغر لي لما احكي بقى، ما تقعدش تصغر. طب ثواني بس احكي لها الموضوع ده، عشان الموضوع ده مضايقني، الموضوع ده مضايقني اصيل طبعا، وعائلتك كتير هنا فاهمه في 111. لا مفيش، انا وشريف مفيش حاجه بتقف قدامنا يا ياسمين. انا وشريف كنا اقول عادي استنى ايوه انا هتكلم، لا احكي لها على موضوع شريف، لا سيبني بقى اتكلم براحتي بقى انت قاعدني كده. طب احكي، لا كنت انت هتحكي ايه؟ موضوع انا وشريف لازم احكيه. ايه انا وشريف كنا قاعدين ملازمين ليها على طول طول الوقت. فمثلا فانا اجي مثلا اتعصب عليها مثلا عشان في دواء ما اتاخدش، لا مش الحاجات اللي بتتحط لي، لا 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 دواء دواء فتقول لك انا مش هاخده. طب يا خلاص هي متضايقه، انا كان كميه ادويه باخدها بس هي معذوره، فهي معذوره وانا عاوزها تبقى كويسه، انا بموت يعني وانا عايز تبقى كويسه. ثم جايبه شريف فتقوم قايله للشريف، هي ما تعرفش طبعا ان في لينك مفتوح انا وشريف احنا بنتفق عشان هي تقوم بالسلامه، ويطلعوا يتفقوا عليا بره. فتقوم جايبه الشريف بقول لك ايه، خليك انت ومش احمد. فيقول لها ليه؟ تقول له بيقف لي كذا قبض الارواح تمام وانا بخاف منه، ويقعد يصغرني من دايما. ايوه عايز تاخد الجو، خليه يروح خليه يروح وانت اقعد. فالشيف ايه مطبطب شويه وانا شد تمام، فتاخد ايه دواء المسايس. يجي تاني يوم فالشيف اللي يقفش وانا ارخ، تقوم جايبان انا بقول لك يا شيف بقى ماشي واقعد انت. ليه يا حبيبتي؟ مفيش مبدا خالص، مفيش. هي مش عارفه ان كله بيصب في حته واحده، ان الشيف بيحكي ولا بيحكي الشيف طبعا تعبت. بس احنا كنا يعني بنعمل كده عشان مصلحتها هي طبعا، يعني ربنا يكون في عونها. هي كانت الموضوع مؤلم جدا، فاحنا كنا مقدرين ده. لا والضغط، ومصر كلها بتكلمك وبتكلم اخوها، حاجه اللي هو يعني انتوا مش قادرين تتكلموا وعندكم حاله صحيح. صعبه جدا صحيح. الحمد لله ربنا نجاها وثبت حاجات كتيره. ياسمين بتقول ان هي من جواها بعد العمليه يعني هي في افكار جديده بقت عندها، او في افكار اتغيرت، ده مظبوط ولا لا؟ اتغيرت بعد العمليه ولا رجعت زي ما كانت بالظبط؟ معايا انا اهو زي ما عايز، الحوار داير زي ما هو كان داير. ما بقتش اكتر اهدى اكتر معايا انا؟ لا معاكوا عامه. لا هو عامه بس معايا انا عادي، يعني في عركه دايره امبارح اصلا. لا اله الا الله، اسمي في اهدى معايا انا اهدى. زغرات زغرات زغرات. طب سيبك منه، انت مع الدنيا؟ لا والله بقى الموضوع اتغير صراحه، انا اقول الصراحه اتغير ولا ما اتغيرش؟ اقول حق الله، لا هي عموما بقت اهدى معايا انا، اهدى يعني ماشيها اهدى تمام، بقت اهدى بقت اهدى خلاص بقى. لا ليه كده؟ ليه قلبتي غزل كده يا ياسمين؟ ببرطم صح؟ ده برطم جدا. لا يا حياتي يا حبيبي. خلي بالك هو نص حياتنا برطمه، يعني انا وهي مثلا نتكلم وبتاع، هي نص كلامها الناحيه الثانيه انا ما ببقاش شايفه. بس انا في كلام في السر بيتقال انا عارفه، انا طبعا بتقول عن بتقول ايه بقى؟ بتقول ايه؟ لا ما خلاص بقى. ايه؟ بتقول كده ايه؟ طيب دلوقتي ممكن نلعب مع بعض الاول، عشان ياسمين مش طايق الكلام الجد، ممكن نلعب مع بعض. نلعب. مين يعرف التاني اكتر تفتكروا؟ مين يعرف التاني اكتر؟ انا طبعا عارف اكتر. ايه في ايه؟ ايه ياسمين الرياكشن ده؟ والله انا حاسه ان انا مش براحتي. ها معلش، مشي الدنيا مشي الدنيا. لا 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 سيب 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 سيب، يعني انا جيت الجزء الاولاني نكد وعياط وخليتيني اعيط، ودلوقتي كمان. طيب طب مين كلمته في البيت بتمشي؟ انا طبعا ادم. ايه في ايه؟ ايوه انا. هو انت اللي كلمتك بتمشي؟ لا امال ايه؟ طيب ايوه يعني ايه كلمتنا احنا الاثنين مع بعض؟ كلمتك بتمشي؟ لا هي كلمتي انا اللي بتمشي. لا هي كلمتي انا اللي بتمشي والله العظيم. اسمع بس اللي بقول لك عليه. لا سواني يعني سواني. في بينا كلام بس في الاخر اللي بيدور. ايه اللي بيدور فين؟ يعني ايه الكلام اللي بيمشي فين؟ كده ولا كده؟ ماشيها كده فاهم؟
لو لعبنا مع بعض مين يعرف التاني اكتر؟ مين اللي هيعرف التاني؟ احمد العوض ولا ياسمين عبد العزيز؟ هنسال مجموعه من الاسئله وكل واحد هيجاوب وهيبقى في ودنه ايربود حاجه كده، يبقى بيسمع مزيكا. تمام. يعني طرف بيسمع مزيكا والطرف التاني بيجاوب على الاسئله، بعد كده نرجع نسال الطرف اللي كان مش سامع ونشوف هي نفس الاجابات ولا لا. ماشي. ياسمين دلوقتي حاطه ايربودز في ودانها وسمع اغاني ملهاش اي علاقه باللي احنا بنقوله، وهنشوف اجابات احمد هتنطبق مع يعني ياسمين هتعرف اجابات احمد ولا لا. فلنبدا. ولا ايه؟ ثانك يو. انا جاي بس بنلعب 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 ايه بنلعب يعني هي بتسال. اه اخر رقم في باسورد موبايلك ايه؟ انا تسعة. اكتر تمرينه في الجيم محرجه. خليكي مع اغانيكي. ها اغانيكي. انا مفيش لا مفيش يعني الظهر الظهر. اكتر اكله لا يمكن تاكلها؟ السمك اللي هو المخلي. طب ما انا عايزه اسمع ليه السمك المخلي. ما تبوظيش اللعبه. ما هي العرب يقول صح ولا غلط. ما هو انت هتعرفي بعد كده. السمك المخلي. السمك المخلي. اكله ممكن تاكلها طول العمر ما تزهقش منها؟ كبده. نية ولا عادي بقى؟ مش إيه؟ اول حرف انت بتضحكوا ليه؟ اول انا عايز اسمع على فكره. اول حرف في لوحه نمر عربيتك ايه؟ الف. انا عايز اسمع. اخر مره قالت لك بحبك امتى؟ امبارح. لا النهارده. النهارده. احلى حاجه بتشربها من ايد ياسمين ايه؟ احلى حاجه بتشربها ايه؟ بتشربها بس بس بسم الله الله اكبر بس اقدم في ودنك بس. انا سمعت احلى حاجه شاي. اكتر فيلم انت بتحبه ايه؟ ايه اكتر فيلم انت بتحبه او نوعيه افلام بتحبها؟ عربي ولا انجليزي؟ اكشن. طب اكشن. اكتر مغني بتحب تسمعه؟ انت الشعبي حكم دور عباس حموده. عباس حموده. هو السؤال اخر رقم في الباسورد بتاعت موبايل احمد ايه؟ انت عارفه هو كم مره اداني الباسورد؟ كتير. وبتنسى وبنساه وده على حاجه عشان كده بقولها. مش محتاجه الباسورد. لا مش محتاجه الباسورد. عشان كده ما بيفرقش معايا. لا اكتر حاجه بيكرهها في الجيم ايه العوضي؟ لا مش تعرف. لا مش عارف. هو قال في مش عارف. اكتر اكله العوضي مستحيل ياكلها؟ لا هو اكل كتير مستحيل ياكله. اكل كتير. زي بصي اي حاجه فيها حاجات تتخن او حاجات فاتو كده. بيحب السمك. بيحب السمك. بيحب السمك. السمك المخلي. لا بيحب اللحمه اكتر من السمك. صح مش صح. صح. ما دام ضحكوا كده. لا هو بيحب يعني السمك بيحب السمك الايه؟ ما بيحبش. يا جماعه هيبقى منظري وحش قوي. هو جاوب صح. اكتر حاجه بيحب يشرب. اكتر حاجه بيحب يشربها من ايدك شاي. تمام. مش قادره اصدق ان انا كل واحده بس اللي صح. ايوه بس انت مش بتحب السمك. اكتر اكله بيحبها بيحب البتاع ده الدل ده اسمه ايه؟ العكاوي. العكاوي. بحب العكاوي برضو. وبيحب مكرونه بشاميل. غلط ولا ايه؟ والكبده. والكبده. ايوه صح صح. لا قال دي صح. ماشي كل اللي قالته صح. ايه 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 اكتر الافلام اللي بيحبها احمد؟ بيحب تيتو. يعني كوميدي اكشن. تيتو. اكشن طبعا. اكشن طبعا. ايه اجابه صح. وتيتو صح. بيحب اكتر فيلم تيتو. اكتر مغني بيحبه احمد بيحب يسمعه؟ احمد بيحب الشعبي. صح مظبوط. اخر مره قالك بحبك وانا جايه. لا مش صح بس كده. اجابه صحيحه. صح. خدت ثلاثه. خدت ثلاثه. عديتي. عديتي ماشي. يعني الا 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 الاسئله المحرجة. هنشوف هو عارفك ولا لا. أنا آه
ياسمين مين بيقول كلام حلو للتاني اكتر؟ ولا ده انا. سلام عم عباس بيقول درن والله العظيم. مين بيقول كلام حلو للتاني اكتر انت ولا هو؟ دي ملامحي ولا شكل شكل ما تقولي يا ست انا ده حقيقي انا مش عارف انت ولا هو اللي بيقولوا كلام حلو اكتر؟ لا انا وهو. لا دي ملامحي. هنشوف مين عصبي اكتر في البيت. مين عصبي اكتر؟ احنا الاثنين. شفتي كل الاجواء؟ احنا الاثنين بصراحه. بس انا بعد ال يعني احمد مش عارفه والله اركز. يا احمد في حاجه هنا. قولي لي حكايه. قول يا عم. مين بيتصالح الاول اسرع؟ مين بيتصالح اسرع؟ هو احمد. طيب مين بيمسك الموبايل في ايده اكتر؟ احمد. مين صوته اوحش وهو بيغني؟ احمد. اوكي مش سامع الصوت. مين ذوقه احلى في الهدايا؟ اكيد انا. اوكي اكتر لون بتحبيه ايه؟ الاحمر. لو خلصت تقطع على اديني قلبك عشان ربنا ما يخلصه. طيب لما بتاكلي برجر صح؟ بتاكلي البرجر الاول ولا البطاطس الاول؟ سؤال غريب من الكنترول. سؤال عجيب. باكل الاثنين مع بعض. ما بترحميش. اكتر بلد البرجر في ايدي انا والبطاطس في ايدي انا واكل الاثنين مع بعض. طيب. لا في ناس على فكره يقعدوا ياكلوا البطاطس الاول وبعد كده ياكلوا حاجه غريبه قوي. بعدين ياكلوا ده الاول. لا ناكل الاثنين مع بعض. عندك كام فولور على انستغرام؟ 14 مليون وي و 300 عوضي. خلاص تمام. هنسال اسئله بقى. سيبوني شويه. طيب مين اللي بيقول كلام حلو للتاني اكتر انت ولا ياسمين؟ لا انا طبعا. ما هو لا ما اعرفش. هي ما قالتش كده. لا ما قالتش كده. لا هي ما قالتش. هي سكتت كده وبعد كده قالت احنا الاثنين. ايوه بس احنا بس انا اكتر شويه. ماشي اوكي. مين عصبي اكتر؟ انا طبعا. قلنا احنا الاثنين. هي ماشيه كل احنا الاثنين. طب خلاص. هي دايره هنا يعني. مين بيتصالح اسرع؟ احنا الاثنين. بس يا احمد امال انت ماشيه. لا انا والله انا. ايوه هي قالت كده. هي قالت كده. برافو يا احمد. مين بيمسك الموبايل اكتر؟ انا. انت صح. مين صوته اوحش وهو بيغني؟ انا طبعا. مظبوط. هي قالت كده على فكره. مين ذوقه احلى في الهدايا؟ ما هي. برافو يا احمد. ايه اكتر لون بتحبه ياسمين؟ الاحمر. ياسمين لما بتطلب برجر بتاكل البرجر الاول ولا البطاطس الاول؟ الاثنين في بعض كده. لا مش معقول. صح. عيب عيب. هو انت قاعده فاكراني اقعد اقعد قدامك يعني؟ لما ناكل كده. بس انا قلت لكم انا عبزها. ياسمين عندها كام فولور على انستغرام؟ 13 و4 تقريبا حاجه كده. 13 مليون و400 الف تقريبا. مظبوط. مظبوط يا احمد. الحقيقه انه احمد العوضي يعرف ياسمين عبد العزيز اكتر ما هي تعرفه. ده واضح جدا. هرتني افلام هندي يا خديوي. قلت لي رومانسي وطلع دب دب. وما حبيبتي هيحبوا بعض بعد الدب دب. فين ده؟ ده الفيلم بيخلص. وما حبيبتي هيحبوا بعض بعد الفيلم. دوي. يا حبيبتي. وين كلام حلو؟ ايه ده؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ايه ده؟ قول كلام حلو بقى. بعشقك. انا سمعتها كتير دي. كلام كده حلو. قول يا خديوي. يا غزل في ايه؟ متجوزه الخديوي هترمي الشنب وانت متجوزه وائل كفوري. يعني كلام شويه. هو انا احب اقول لك ان ده مش تمثيل. ده حقيقه. ده مشهد حياتي. والمصحف ده حقيقي. هو راجل مصري اصيل وانا ست مصريه اصيله. واقعد اقول له قول لي كده يقول لي كده وما بيقولش حاجه. هو كل يوم كده في نفس الموضوع ده.
قول لي كلام حلو وما لا انا ما بقولش كلام حلو. ربنا يخليك ليا. بس حاجات دي كده ايه بقى ربنا يخليك ليا دي بقى يعني. اتفرج على الفيلم يعني. انا بقى خلاص يعني انت عارفه بصي انا 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 رومانسيه على فكره. ده حقيقي والله يا رومانسيه فعلا. بطريقتها ما بهركش انا رومانسيه. انا مش رومانسيه يا احمد. ده حصل حصل والله العظيم هو اللي حصل والله بكلام بجد يعني. لا بس انا مش بقول بالطريقه دي قولي لا لا يعني انا رومانسيه هو على الله حكايته. هو انت يعني برضه لا هو الفكره كلها في ان انا يعني افعال بقى نقعد نتكلم وكل شويه هو 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 شايف ان الحب افعال صح ماشي يا حلو تمام افعال يعني بس الواحد بيبقى عايز يسمع برضه يعني المشهد ده ده حقيقي ده حقيقي والله العظيم افعالي يا افعالي يا اولى اختاري اختاري ايه الاثنين لا مفيش اثنين ما احنا مش في الجنه ما هو يعني ما احنا في الارض لازم تنقص مننا حته افعال افعال انت اخترت الافعال طبعا اصل الاولى سهل الاولى سهل ايوه بس ساعات الواحد بيبقى عايز يسمع يا عم بحبك بعشقك اهو خدت اثنين في ثانيتين لكن الفعل بياخد وقت فعلا صعب ايه اللي بحبك بعشقك ما انا بقول لا يعني انا قصدي اقول لك ان بحبك بعشقك سهله مثال يعني لكن انت تثبت ده هو ده الصعب او انا مش من الرجاله يعني اللي هقعد كل شويه بحبك خلاص بصي بقول لك انا خلاص 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 والله حصل 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 معلش مشيها مشيها طيب انا نسيت اسالك يا احمد لما في الاجواء الصعبه اللي كانت فيها ياسمين مش عارفه انت كنت بتفضفض لمين لا هو انا كان حواليا اخويا واصحابي كانوا طول الوقت معايا يوم بيوم وساعه بساعه يعني بس هو في اللحظات الصعبه اللي زي دي انا ما بحبش اشتكي لان محدش هيفهم اللي انا حاسه هو يقف جنبي لكن انا اشتكي له مش عجز من الاخرين انا شخصيتي انا احمد شخصيتي كده الشكوى ما بتجي يعني الناس ما تحبش اتنين الفلسانجي والشكاي الفلسانجي والشكاي الناس ما تحبهمش الفلسانجي مش معناه ان هو الفقير لا الفلسانجي ده اللي هو ايه العواطلي اللي هو طول الوقت عايز فلوس والشكاي في شاعر اسمه كريم العراقي شاعر عراقي كبير طبعا. عنده قصيده بتعبر عني انا بحبها جدا حقيقي والله بيقول فيها ايه انا قلت لك بالبلدي فلسانجي والشكاي لكن القصيده دي انا باخدها نهج في حياتي بيقولك لا تشكو للناس جرحا انت صاحبه لا يؤلم الجرح الا من به الم شكواك للناس يا ابن الناس منقصه من الناس صاح به سقم فالهم كالسيل والأحزان زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هل المواساة يوما حررت وطنا أم التعازي بديل إن هوى العلم من يندب الحظ يفقد عين همته لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم قد خاب ظني في من أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم وكم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدمه فداس قلبي وكان القلب منزله فما وفائي لخل ما له قيم لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني جرحي عنيد بلسع النار يلتئم اشرب دموعك واجرع مرها عسلا تغزو الشموع حريق وهي تبتسم والجم همومك واسرج ظهرها فرسا وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دمع على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرته نستغيث به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم إيه القصيدة دي إيه القصيدة دي كلمني أقول أنت أقولي كتبها الشاعر الكبير كريم العراقي أنا بحبه جدا وهو يعني القصيدة دي فيها معاني كتير حقيقة لو الناس فهمتها ان انت محدش هيعرف يساعدك غير نفسك لازم تبقى قوي ولازم اي حاجة اي حزن يجيلك لازم انت تتغلب عليه هو اللي يقويك فانا ساعة موضوع ياسمين كان في ناس كتير واقفة جنبي
لكن انا هشتكي اقول ايه؟ هشتكي اقول ايه؟ ولو بينت لها ان انا ضعيف هي تضعف. يعني هي عرفت ان انا كنت انا 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 انا, أنا بكيت قدامها ساعه الموضوع بتاع توعديني ان انت ترجعي زي الاول يعني. لكن غير كده انا كنت دايما مصدر ال 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 القوي دايما اهون عليها يعني، لان هي حالتها كانت انا بقول لك دلوقتي دلوقتي زي الفل، كانت صعبه فلازم اهون عليها وساعات بقصوا عليها عشان تاخد الدواء، لان انا عايزه في الاخر النتيجه عندي في ايه؟ انها تبقى كويسه ترجع ياسمين يعني. اولا تحيه للفكره، تحيه للالقاء، تحيه لكريم العراقي الشاعر العراقي طبعًا العظيم طبعًا، اللي كتير من الاغاني اللي بنحبها باللهجه العراقيه او بالفصحى من كلماته. ربنا يشفيه وابعت له سلام من القلب ومن الروح ومن العين لكريم العراقي الشاعر الكبير. طيب هنعمل تحدي تروث اور دير، ماشي؟ سؤال ولا حب؟ انا بص اي لعبه هنلعبها انا هكسب. ايه ايه ده؟ ايه الاستفزاز ده يا احمد؟ كسبت في الاولانيه هكسب في دي برضه. تروث اور دير انا هقول سؤال ولا حكمه؟ سؤال وبعد كده حكم. سؤال سخيف، يا تجاوبي على السؤال السخيف يا تنفذي الحكم. وايه الحكم بقى؟ كل سؤال وله حكم. أول سؤال لياسمين، قولي اسم ممثل أو ممثلة عملت لهم بلوك على السوشيال ميديا أو تقلدي أحمد العوضي. قلديني بقى خلاص. تقولي يعني بصراحة ممثل أو ممثلة عملت لها بلوك لسبب ما. قلدي قلدي. لا قلده. قلدي دي سهلة يعني. ها. أحسن ما أقول السؤال. هو هو متعصب او هو رومانسي؟ لا لا اكيد مش هقول رومانسي. هو دول كده كده نظره. واحد صفر. اخر اجر اخدته كان كام؟ الحكم بقى. لا لا حكم حكم اديله حكم. الحكم تعمل بروبوزل لياسمين عبد العزيز دلوقتي بطريقه الشباب. اعمل ايه؟ تعمل عرض جواز وانت على ركبتك وتطلب الجواز منها، تطلب ايدها من نفسها. الله انت ما عملتنيش كده لما جينا نتجوز. والله اقول الاجر. والله اقول الاجر. يلا بقى مش هعمل الكلام ده. لا قول حكم اصعب. مش عيب. لا بقول لك ايه، هو ده الحكم. لازم الكلام ده مش هينفع. لا لا انا بصي مثلته. هاتي 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 الخاتم، هاتي الخاتم. انا هقول لك بيعملوا بروبوزل ازاي. ايوه انا عارفه انا عارفه والله. يقول لها كلام حلو جدا انا مش عارف ايه، وربنا يبارك وبعدين لهم. تقبلي تتجوزي. ربنا يبارك لهم في بعض. بس هاتي هاتي ايدك بروبوز. لا لازم تقعد. ايه ماشي، ما انا هقول لك بس على حاجه. هقول لك على حاجه. ومين قال لك انا عايزه اتجوز؟ لا يا ست الكل هادي. يا ست الكل بقول كلام الاول. اهو عملت حاله اهو. لا يا ست الكل هادي. لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد يتجوز حد كده؟ لا لا مفيش. طب بعدين لازم يعني لازم بروبوزل. لا عرض زواج. هقول اجري والله. لا لا هعمل ايه؟ طيب خلاص ماشي الدنيا بقى. خلاص انا موافق. اتجوزتني. ما اخدش النقطه. ما اخدش النقطه. خلاص انا موافق. لا انت موافق على الجواز بس احنا مش موافقين على الاجابه. ماشي خلاص. واحد صفر. هي كسبانه. واحد صفر. هي كسبانه. السؤال بصراحه يا ياسمين، اوحش او اغرب خروجه عملها لك احمد؟ الحكم. وانت كل حاجه هتقعد تغمز لي وتصغر لي. انا مش انا ما اعرفش انا مش عارف اكمل البرنامج. انا مش عارف اي خروجه هي اللي. لا 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 خلاص ايه ده؟ خلاص ايه ده؟ انا مش عارفه ابقى براحتي على فكره. خلاص هو ايه اللي انا اعمل ايه يعني؟ اقول ايه؟ هو يا تقولي خروجه وحشه يا تقلدي نفسك في اي اعلان عملتيه زمان. قلدي نفسك. قلدي نفسك ما اقولش. قلدي نفسك. قلدي نفسك. مشغلي لي انا. عارفين شغلها ايه؟ فمن 3 سنين لما كانت ياسمين عبد العزيز معانا دورنا وسالنا في الشركه المعلنه وسالنا في شركه الاعلانات عن اول اعلان عملته وكانت بقطتين وما لقيناهوش. النهارده هو معانا اول حد. هو ده من ياسمين عبد العزيز. النهارده لقيناه. خلينا نعرضه. خلينا نعرضه. شكو يا شكلة توها. شكلة توها. بس كوين. بس كتوها. بس كتوها. الكرمل. كرملوها. كرملوها. كرملوها.
وشها بيخطف الكاميرا ما شاء الله. ايه ده؟ 2-0 يا استاذ. 2-0 ليه؟ هي 2 وانت لسه قدام وانت كنت بس. دي اللي جايه دي واحده. شايف ربنا. ماشي. عشان انت من شويه قلت بس انا هكسب. بس انا هكسب. قول بصدق حاجه عملتها في حياتك وحاسس بالذنب تجاهها لحد دلوقتي. الحكم طبعا. الحكم. غني اغنيه الجده دودي بطريقه الخديوي. لا نقول بقى نرجع نقول بقى الغلطه اللي عملتها. ايوه حكم صعبه كده. اشمعنى عندها الحكم سهل ليه؟ والله ده الست رجعت شوف عملت. انا ده انا ده انا قلدت قلدتك وقلدت نفسي. مش عايز احكي. خليني ساكته. ما كل الحاجات اللي انت بتقوليها بتتعارض مع الهيبه. الهيبه ما اعرفش اعملها. ايوه ما هو انت بتقولها بطريقه الخديوي على فكره. الجده دودي يعني بس تقول ايه؟ الجده دودي طبعا. طب هي عملتها ايه؟ صح. برافو عليك. 3-0. سؤال ليكي يا ياسمين. يا قمر يا ياسمين. بس انا قبل كده ايه موضوع كوبايه الشاي ده؟ انت بتحب الشاي من ايه ده قوي ليه؟ تعمل كوبايه شاي شيء غريب. ما فيهاش حاجه. خلي بالك هو باكت شاي على باكت سكر وميه سخنه ونعناع. بس ما تبقى عامله زي بتاعه النمر والانثى. فيها حاجه. هي بتحط حاجه. بحط مخدرات. والله ما بهزر. والله ما بهزر. كوبايه يعني شاي غريبه. غريبة. حلوة يعني. حلوة. حلوة حلاوة. ودي بقى الكوبايه الشاي. طب ما انت قلبت رومانسي اهو. بوم. ايه؟ بوم يعني كوبايه شاي حلوة. بتعملي ايه في كوبايه الشاي؟ ما هو ده الموضوع. بحط اصبع. ايوه بس انا عرفت ان انت ربنا يعني اهداك زوجة الحمد لله ذاكرتها ذاكرة السمك. مفيش غلط. بتنسى الحلو والوحش. بعد اللي يعني حصل بعد اللي حصل ده كمان راحت خالص. لا وقبل قبل. لا وبعديها كمان. لا بس مع الادويه دي يعني. طب انا لا لسعت خالص. انا هحكي لك على موقف. موقف ايه؟ ثواني بس. ما تقلقيش والله. حاجه في الحلوه يعني. حاجه في الحلوه. جينا يوم دارت العركه. عركه يعني خناقه. فكنا لسه في الاول. فانا مش قاري الدماغ راحه فين. ودخلنا نمنا وعادي وبتاع. فانا في يعني في مسافه ما بين النوم والصحيان. انا ما كنتش اعرف ان الوقت ده مستقطع من حياتها. مش موجود اصلا. بتفصل. مش موجود. هي اللي بتنام عليه بتصحى عليه. فاحنا نايمين متخانقين. فجيت بالليل كده صحيت قلت لها حبيبتي ما تزعليش. وحسيت ان انا اتكيت شويه. ما تزعليش وحقك عليا وبتاع. كوبايه شاي حلوه وبتاع. عادي انت طلبت كوبايه شاي. لا صلحتها الاول وخلاص. مش زعلانه. لا مش زعلانه حبيب قلبي وبتاع. وشافت كوبايه شاي عملت كوبايه شاي. قمت اتفرجت على التلفزيون وخلاص. والليل عدت ونامت. صحيت الصبح فلقيت ابويا بيكلمني 12 مره. انا قلت في كارثه. كان عندي تصوير. فانا قمت ياسمين مش في بيتي. قلت ياسمين عندها تصوير كنا بنصور يعني. في اللي ملوش كبير. ملوش كبير. فابويا بيكلمني يقول لي تعالى دلوقتي حالا. قلت له بابا انا عندي شغل. قال لي تعالى دلوقتي حالا. بقول لك تعالى. انا بقى راجل بتاع زمان كده. فالكلمه سيف يعني. قلت له ماشي. فخدت العربيه ورحت اتكلم ياسمين. ياسمين ما بتردش. فانا قلت خلاص انا بقى دماغي بقى في ان ابويا عايزني في ايه 12 مره. انا قلت بقى تعبان اتخضيت يعني. رحت مخبط مش معايا مفتاح. مين بيفتح لي؟ ياسمين عبد العزيز. فاهم قصدي؟ ليه؟ لا بقى وانا اسكت. ورفع لي حاجبها. ولقيت بابا قاعد ماسك زي بتوع زمان بقى. هو دور مسلسل ماله وبنون. قاعد كده وبتاع. راحت اشتكيتك لابوك. وعملت له العصايه بقى كده. هو بقى يعني هو بيحبها جدا. فيعني لما اشتكيت له فهو ازاي هو زعلك. انا مش فارق معايا كل ده طبعا بقى. وشخط واطلع بره وحاجات من دي وبتاع. اطلع بره اروح فين؟ طب ما انت جايني من بره. وانت واغضب عليك لو زقتها تاني وكلام. والموضوع كبر. فالمهم نزلنا. فانا قلت لها عرفت وانا مش مصالحك امبارح. احنا مش نايمين متصالحين ولا انا بحلم ولا ايه؟ قالت لي انا مش فاكره حاجه. قلت لها في شاي اتعمل مش فاكره ايه؟ قالت لي والله ولا فاكره حاجه ولا مصدقها ما تكذبش. وهي فعلا مش فاكره. فتعودت بقى على حاجه. اللي بتنام عليه بتصحى عليه. ايا كان اللي حصل. فما تزعلهاش بقى وانت نايم يعني. زعلها طول اليوم بس صالحها قبل ما تنام. بس فلتحي يا طبت القلب. والله العظيم كل عمر وعملت له شاي وكل حاجه. واحنا صحينا من النوم مش كل ده مش يعني مش في الدماغ. معلش كان شايله جواها يا احمد. صحيح اتكيت عليها يا احمد. لا هي مش فاكره فعلا. انت فاكره الموضوع ده؟ انت فاكره ابويا بس. طب بصوا يا جماعه العركه دي مش تقولوا عركه. ايه يعني؟ ما هي عركه يعني. في حاجات بتطير مثلا. طيب الصوت بيبقى طالع بره البيت.
طب العركة يعقوبها ندم؟ مفيش سؤال معدي. طب في خسائر بتحصل بعد العركة؟ قول اللي انت قلتي صح. ربنا ينجي الأحوال. عمرك فتشتي في موبايل العوضي قبل كده؟ ولو لقيتي ايه الحكم؟ انا هقول حاجة اول مرة يعرفها دلوقتي. فشت حاجة. انا ما مسكتش تليفونه يعني. يعني ما يعني عادي لما بمسك تليفونه وكده وبتاع هو بيسيب لي التليفون. بس انا خلاص ما دام هو ساب لي التليفون تمام. ما ببصش يعني. فمرة ليه في ايه يعني شايفه افرق بفتح عيني ازاي؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. مهم ايه بقى؟ انا بنسى الباسورد دايما. هو ساعات يبقى نايم وانا عايز امسك التليفون واشوف والباسورد انا ناسياه. فبلاقيه بيعمل حاجه كده يروح فاتح التليفون لوحده من غير باسورد. اقعد اعمل مش راضي يفتح. فايه هو هو مركز ازاي؟ انا عايز اعرف بس. هو جاب الساعه بتاعه التليفون اللي هو لابسها دي فبتفتح لوحدها. يعني انت بتفتح الموبايل. التليفون مفتوح يا احمد. فمسكت بقى التليفون الساعه دي كان هو سايبها. فاكر بقى ان ده مش التليفون. بس انا شكيت في الموضوع ده. الساعه دي هي اللي جابها لي. فقالت لي ايه حبيبي انا جايب لك ساعه تحفه. فانا ما فهمتش ساعه ايه دي تحفه. قال لها ساعه ايه؟ واصرت ان انا افتحها واستخدمها. قالت لي ده بقى كل الموبايل هنا. وانا تمام وانا اشتريت. فقالت لي وهتعمل ايه؟ قلت لها اعمل كذا 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 كذا. فبقيت انام واسيب الساعه. هو بقى بياخد التليفون وهي معاه الساعه. بس الساعه بيسيبها عادي بقى ما هو فاكرها ساعه بقى يعني. فانت تليفونه كتاب مفتوح. فامس يا بس ما مش هتلاقي حاجه. ما مش هتلاقي حاجه في الاخر. لا لا ما لقيتش حاجه ولا هتلاقي. هقول لك حاجه والله دي مره واحده بس اللي عملتها. حسيتي بايه بقى؟ حسيت بايه؟ بصي بيبص لي ازاي؟ لا خالص. بصي دماغه شغاله دلوقتي. كنت قاري غدر في القصه بتاعت الساعه. لا بس انا اقول لك على حاجه. هي ياسمين لو شكت في حاجه هتواجه. لا بس ياسمين بصراحه عشان هتواجه على طول. ايوه انا بقول انا بس والله دي اول مره. لا بس انا بتكلم بجد والله مش هزار. هي مش شخص شكاك يعني. يا ممكن تعملها بالباب الفضول. لا كويس ان يعني انت اتكلمتي في الموضوع ده عشان الناس كلها تعرف ان انا بشوف. صح ولا غلط؟ طبعا. بس طبعا طبعا. لا لا استاذه. اي واحده انا معاها خفيف. ده تحذير. ده تحذير. اي واحده مثلا تستظرف. بس الست ده كلام مش ليك انت يا احمد. مش ليك انت خالص. ده الناس. احمد العوضي. وده التحدي الاخير. اذكر اسماء الاسماء الاولى لثلاث بنات كنت مرتبط بيهم قبل ياسمين. إيه عبد العزيز. في ايه الجو ده بقى؟ اذكر يا باشا ياسمين. اذكر ايه يا عم؟ وعم ولا اذكر ولا حاجه. ايه ده ياسمين؟ اذكر ياسمين. ياسمين. هم كلهم ياسمين. الاجابه يا تقول اسماء. الحكم يا منى. الحكم اوكي. يا تقول اسم ثلاث بنات ارتبطت بيهم قبل ياسمين عبد العزيز يا تشيل ياسمين عبد العزيز. اشيل مين؟ ثانية معلش. خلي بالك اسوي لك على حاجة. استنى. لا انا عايز اتكلم. ايه اللي تشيل مين يعني؟ لا وحش الكون ما بتشالش. هي القطعية كده. هو بحطته كده. بحطته. هو مفيش شيء. ليه وانا اتوبيس؟ وحش الكون ما بتشالش. وحش الكون ما بتشالش. فاهم قصدي؟ الهيبة يا بنت بفخم فيك. ما هو يا تقول يا تنفذ الحكم. في حد بتفخم. في حد فخم بيتشال. طب تصدق بقى انا عايز اتشال. مفيش الكلام ده. مرضية يعني ما بتسألش؟ موافقة يعني؟ عادي؟ أيوة. أنت عارف رديت عليها قلت إيه؟ قلت إيه؟ قلت لها أشيل إيه؟ لا أنا قلت لها أشيل مين؟ ياسمين. أيوة يعني إيه مشكلتك يعني إن أنت تشيلني يعني؟ لا هو مفيش مشكلة ولا حاجة. بس هو أنا بقول لك وحش. بس أنا ضهري يا بنتي. وحش يكون ما بتشالش. موقفك محرج جدا في اللعبه دي يعني. لا جوابك. انا قلت لك كلام. بصي ها لا تذكر لا تشيلني. شكرا
مشيها كده. هو مالوش في الجو ده، هو مصري اصيل، هو راجل مصري اصيل حبيبتي كده، لكن شيل احنا نقول حكم تاني لاحمد عوض، حكم تاني ينفذه بس حكم صعب. ماشي اه، جيب له دمبلز. دمبل ايه بقى؟ 18 كيلو. اه ده حلو، ده دمبل حلو. تمام تمام ماشي تمام تمام. اه تمام، هنشوف هتعمل كام واحده دمبل. ماشي، وانا اغني وانا اتقدي لي بقى الطبل. يلا 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 محمود. صح، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، كل الأحكام كده والله. أيوة كده. لا والله بس عشان يعني يا خبر ده الخديوي بالظبط. بالظبط ده الخديوي. ايه من الحاجات الحلوة اللي انت خرجتوا بيها من التجربة الصعبة اللي مرت بيها ياسمين؟ لا انا خرجت بكتير قوي. لا كتير، بقيت يعني شايفة ان الدنيا دي كلها قد كده. علاقتي بأحمد بقت أقوى، عرفت قد ايه ان هو بيحبني. شفتي بقى ده الأفعال. صح؟ صح. حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا منى، حاجات كتير. المشاكل اللي ممكن تكوني عديتي بيها او المناغصات او السخافات صغرت ولا فضلت زي ما هي ولا كبرت جواكي؟ على فكره هي من الاول اساسا ولا فرقه معايا. صغرت؟ لا هو كل حاجه، كل حاجه. لا كل حاجه، كل حاجه. كل حاجه الا احمد العوضي. اه طبعا احمد، انت التجربه دي خرجت منها بايه؟ حركت ان يعني الحبش مش سهل خناقات، لان انا اتعرضت في موقف ان انا حسيت في لحظه ان ياسمين ممكن ما تبقاش موجوده معايا، فبقت المواضيع ما بيني وما بين ياسمين زي اي زوجين ممكن الخناقات تكبر، ما بتكبرش بقى خلاص، لان انا جربت ان هي ممكن ما تبقاش معايا. موضوع قوى العلاقه ما بيني وما بينها اكتر، هي كانت قويه بصراحه، بس هو الموضوع مش هقول لك ان انا عرفت ان انا بحبها، انا عارف ان انا بحبها، ممكن هي عرفت ان انا بحبها اكتر بكتير من الاول. لا هو انا مش قصدي حاجه، هو عامه اي مشاكل او اي اتنين بيمروا بمواقف جامده، مشاكل او اي حاجه او مرض، دايما الحاجات دي بتقرب الازمات. صحيح، الازمات طبعاً بتقرب طبعاً، مش بتبعد، بالعكس او مش بتقلل، دي بتقوي العلاقه. انا قصدي كده. ايوه انا فاهم والله. ياسمين عبد العزيز ربنا اكرمها بالشفاء والصحه الحمد لله، انما كمان اكد صورتها اللي عند الناس كلها، المراه الجميله القويه اللي قويه من جوه قبل ما تبقى قويه في الظاهر، اللي ممكن في عز الشده تقاوم وتقول لا انا هكمل عشان اللي بحبهم، اللي تاخد قرار انه الضعف والاستسلام مش حل. ياسمين المأزمة دي بينت قد إيه في ناس بتحبها بجد، وزي ما قلت في المقدمة مش بس حب النجوم والشهرة، الناس اكتشفت أن عندها رصيد رهيب من المحبة. الحمد لله ربنا يديمها نعمة. نعمة لياسمين، ربنا يديمها نعمة، رصيد كبير من المحبة الحقيقية، محبة لروحها، محبة لابتسامتها، لقلبها. في حاجة حقيقية جدا حصلت كشفت عنها الأزمة دي،
والحقيقه انه انا بحترم وبحيي ياسمين عبد العزيز انه بالرغم ان هي حقيقي ما بتحبش ظهور التلفزيون حقيقي. هي ظهرت مره من 3 سنين معانا في حلقه الناس كلها فاكراها، انما كان عندها هاجس انا لازم اشكر اللي دعولي، انا لازم اشكر كل واحد اتمنى لي الصحه والعافيه في عز ازمتي. وده كمان حاجه بتبين معدنك برضو يا ياسمين. انا ما كنتش عليك. تعليق الاخير استاذ احمد العوضي. انا لا انا بشكر طبعا الناس كلها اللي وقفت معايا انا كاحمد، اهلي واصحابي، واشكر كل الجمهور اللي كانوا دايما مأزرنا في المحنه بتاعتنا دي. بشكر عيب واشكر ربنا طبعا سبحانه وتعالى قبل كل شيء على ان هو ان ياسمين عدت من الازمه دي بخير الحمد لله، ورجعت زي ياسمين قبل الموضوع ده، وده اللي كنت انا كاحمد بتمناه. ما ترجع ما تخفش بس ترجع ياسمين، والحمد لله رجعت احسن من الاول. الحمد فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، بشكر الجمهور على مؤازرته لينا، وبشكرك يا منى طبعا على العافيه. قولي يا ياسمين، يا ياسمين في الياسمين. بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي والناس اللي دعيت لي، وفوق كل ده طبعا ربنا ان هو كتب لي عمر جديد وسخر لي الناس. فالحمد لله عرفنا قد ايه هي كانت بتحب اغنيه اليسا هنعيش. خلينا نختم بالاغنيه دي مع كل الامنيات لك يا ياسمين يا عبد العزيز، بالصحه والهنا والستر وراحه البال والمحبه.